وهي حقن التخسيس. حقن التخسيس موجودة دلوقتي في الماركت، والناس في ناس كتير بتعمل لها دعايات كتير قوي، مش هنقول أسامي طبعا الحقن، ولكن هي الأنواع موجودة، وفي ناس بتتكلم عليها بشكل إيجابي جدا، وفي ناس بتتكلم عليها بشكل سلبي جدا. فخلينا نشرح شوية ونوضح للناس القصة دي النهاردة. حقن التخسيس او اي دواء من ادويه التخسيس اللي بتباع سواء المرخصه او غير مرخصه، وخلينا نتكلم يعني بشكل عن دلوقتي المرخصة يا عن دكتور. المرخص اللي موجود في الصيدليات كلها بشكل قانوني، هل هينفعني او مش هينفعني؟ دي نقدر نحددها الدكتور المعالج لحضرتك بناء على حالتك الصحيه، هل انا بحاجه للحقنه دي او بحاجه للدواء ده ولا مش بحاجه ليها؟ هل بيجيب نتيجه؟ اه بيجيب نتائج طبعا مع ناس كتيره جدا، بس بيجيب نتيجه على حسب الجسم وعلى حسب الاحتياج ليها. طب النقطة المهمة، هل أنا أخدها ولا ما أخدهاش؟ أو ده السؤال، هل أخدها ولا ما أخدهاش؟ أخدها أو ما أخدهاش برضو مين بيحددها لي؟ الدكتور المعالج بتاعي على حسب حالتي الصحية عاملة إزاي. لو أنا خدتها من غير ما يكون لي ضرورة طبية يبقى أنا بعمل مشاكل أو خلل صحية أو خلل هرموني ممكن يحصل جسمي مع الاستمرار على الأدوية دي. عشان كده ممكن حضرتك لو بتشوفي ريفيو مثلا معين على اليوتيوب إن في بعض الدكاترة يقول ده الحقنة دي بتجيب مشكلة مع الاستخدام فترة طويلة، دكتور تاني يقول لأ ده نتائجها كويسة. هنا بيفرق إيه مش بيفرق؟ رأي الدكتور هو بيفرق، الفيدباك أو الحالة بتاعتي شكلها عاملة إزاي، أنا اديتها لمين، أنهي نوع اللي ينفع ياخد الحقنة دي وانهي نوع اللي ما ينفعش ياخد الحقنه دي. اي دواء في الدنيا لما باخده بيكون ليه سايد افكت، اي دواء في الدنيا لما باخده بيكون مناسب لحاله وغير مناسب لحاله، مش بس ادويه التخسيس. فبالتالي حتى ادويه التخسيس او الحقن بتاعه التخسيس عشان اخدها واكون ضامن فعاليتها او اكون ضامن نتائجها من غير ما تسبب لي مشاكل او امراض على المدى، لازم بكون باخدها تحت اشراف طبي ملائم. طيب في ناس كمان بتاخد ادويه السكر عشان تنزل الوزن. نفس النقطه اللي بنتكلم فيها للادويه او للحقن بتاعه التخسيس، لازم قبل ما اخد دواء للسكر اكون محلل سكر واكون متاكد ان انا عندي سكر او عندي مرحله بري دايابيتك اللي حضرتك مقاومه بتتكلم عليها، الانسولين، مقاومه انسولين او مرحله ما قبل السكر. فبالتالي ان انا ببدا ان انا ممكن ناخد ادويه للسكر بشكل او جرعات قليله خالص تساعد في ده. لكن لو قلنا الافضل، هو الافضل حقيقي ان انا اعتمد على نظام غذائي متوازن، اعتمد على الرياضه، اعتمد على تظبيط اللايف ستايل بتاعي، لان انا لسه مش ما دخلتش في مرحله السكر. الاخطر من ده ان زي ما حضرتك بتقولي في ناس بيعملوا ده وهم مش بري دايابيتك ولا هم عندهم مقاومه انسولين، هو مجرد ان هو عايز يزود الحرق او يحفز الافراز بتاع الهرمون بتاع الانسولين، فبالتالي يزود الحرق عنده شويه، لكن ما بيكونش فيه داعي او ضروره ان هو ياخد ده. هل ده ليه اضرار؟ اه طبعا ليه اضرار كتير على مستوى الجسم، هو بيعرض نفسه بشكل مباشر ان هو يجيله السكر. فبالتالي لازم تتاخد تحت إشراف اشراف طبي وما ينفعش تتاخد كده مننا لنفسنا، مظبوط، لاننا مثلا شفنا ريفيوهات كتير بتشجع عليها، فما ينفعش، مظبوط، ليها كمان اضرار. مظبوط. في فورات كده يا دكتور بتتاخد كمان، بتدوب في ميه وبتتاخد عشان تملى المعده، للناس اللي هي دايما بتشتكي انا مجوع كتير قوي، انا دايما ببقى حاسس ان بطني فاضيه وعايز املى بطني ده باي اكل قدامي. الفورات دي ليها فعالة ولا أي كلام برضه؟ يعني فعالة بشكل كبير طبعا. إحساسي بالجوع زي ما بنقول بيجي عن طريق حاجتين، الحاجة الأولانية إن هو بيجي نتيجة إحساس المعدة إن هي فاضية أو محتاج إن أنا أحط فيها أي حاجة إن أنا آكل أو أشرب عشان أرجع أحس تاني شعور الشبع، ده جزء. الجزء التاني اللي الفورات مش هتعمل معاه نتيجة، الجزء النفسي، لو أنا بجوع جوع عاطفي أيوه أو أنا صحيح بجوع لمجرد ان احنا زي ما حضرتك قلتي من شويه بشوف صوره الاكل ببقى عايز ادوق ده او اجرب ده، ما اعتقدش ان الفورات هتعمل مع ده حاجه تماما. الفورات هتعمل لو انا ما عنديش ستريس او ضغوط او ما عنديش اي نوع من انواع الجوع العاطفي، فبالتالي الفورات هتكون افكتيف في حاجه زي كده. يمكن ليها بعض البدائل الطبيعيه كمان زي بذور الكتان او الشيا بيستخدموها دلوقتي في بعض الاوقات، دي كويسه يا دكتور، شو سمعت عنها كتير، نفس الفعاليه بتاعه الفوار. لكن دي زي ما بوضح لحضرتك تاني، انا بجوع عن طريق حاجتين، المعده والبرين. ففي الفورات لما بتشتغل على المعده، البرين احساسي بالجوع لمجرد ان انا متوتر او متضايق فعايز اكل، الفوار مش هيعمل مع حاجه. انا شفت اكله فعايز اكل الاكله دي، زي ما ذكرت لحضرتك من شويه لو انا اكلت كل الاكل اللي في الدنيا مش هشبع او هحس ان انا مرتاح غير لما اكل الاكله دي. فالفورات ليها فعاليه للي يكون محتاجها. طيب نتكلم شويه وبشكل سريع جدا عن فتره تثبيت الوزن. يعني دلوقتي عملت دايت وخسيت ووصلت للتارجت اللي انا عايزاه، الوزن اللي انا عاوزاه، وشايفه كده جسمي في افضل صوره، عشان اثبت بقى عشان ما ارجعش مره ثانيه لنقطه البدايه. نسمع كتير قوي عن التثبيت. انا هجاوب حضرتك السؤال بشكل تاني، هو انا هفضل ماشي على الدايت طول عمري؟ الاجابه اه.
انا لازم افضل ماشي على الدايت طول عمري. فانا لما على اوصل فكره يعني الكلمه دي بتحبط ناس كتير. بالعكس، ما هو احنا الكلمه دي بتحبط ناس كتير عشان الدايت مربوط بالنسبه لهم بالجوع، بالحرمان، بان انا همنع كل حاجه في الدنيا عشان اخس. لا، الدايت مش كده خالص. زي ما قلنا، الدايت ان انا بغير طريقه تحضير الاكل، بغير نمط حياتي، لكن مش بغير نوعيات اكلي. مرحله التثبيت لما بوصل ان انا بكون واصل للوزن اللي انا راضي عن نفسي فيه، بكون وصلت من الثقافه التغذويه. المفروض ان انا عرفت طبيعه جسمي شكلها عامله ازاي، ايه اللي ممكن بيزودني، ايه اللي ممكن بيقلل لي في الوزن، ايه اللي ممكن بيعمل لي حساسيه طعام، فبالتالي بحس ان انا منتفخ او مليان. فبالتالي المفروض ان انا اكون حددت لنفسي جروبس من الوجبات، اكل ده امتى، اكل ده ازاي، لو اكلت وجبه دسمه اقدر اتفادى ده ازاي. لكن هفضل ماشي على الدايت طول عمري؟ اه، هفضل ماشي على الدايت طول عمري. صحيح، لان هي بحسبه بسيطه كده، انت زودت تاني في الاكل قلت السعرات الحراريه بتاعتي، فبالتالي هتتخن، هزيد في الوزن تاني. هتتخن تاني. هل انا لو اتعالجت من البرد مره مش هيجي لي البرد تاني؟ لا طبعا، معرض اي ان حاجه يجيلي معرض مره ليها واتنين طالما مارست وتلاته. الاخطاء بشكل تاني انها ترجع لي مره تانيه. الدايت لو ما فضلتش محافظ على الانستراكشنز او التعليمات بتاعته طول حياتي، هبقى معرض ان انا اكون اوفر ويت بشكل تاني وتالت ورابع. طيب دكتور، ايه الحاجات اللي احنا عايزين نقولها النهارده في الحلقه دي للستات والرجاله والاطفال بقى اللي بيتابعونا، عشان صحه افضل ده في الاول، وعشان ينزلوا في الوزن، لانه نزول في الوزن ده كمان يعني مهم جدا. النزول في الوزن من الحاجات السهل قوي ان انت تعمليها، لان انت لو مشيتي على اي نظام غذائي، حضرتك بتتكلمي على الانظمه الغذائيه المتنوعه اللي موجوده كتير، ويمكن احنا دلوقتي بقى في مدارس كتير للتغذيه، وبقى في مدارس كتير او انظمه كتير موجوده حوالينا. لو انا مشيت على اي نظام غذائي هخس، لكن الفكره ان انا مش همشي على نظام غذائي عشان اخس، عشان امشي على نظام غذائي عشان يبقى البونص بتاعي او المكسب الحقيقي ان انا اوصل للصحه الاحسن. طول ما انا حاسس ان انا ماشي في طريق صح ومكمل فيه، عمري ما هحس ان انا محتاج اوقف ده. الميزان تاني، بفكر حضرتك وبفكر كل اللي بيسمعونا، الميزان مش هو مقياسي للنزول. فبالتالي مش مهم اخس قد ايه، مش مهم في وقت قد ايه، ان شاء الله اقعد سنه واثنين وثلاثه اعمل دايت، المهم ان انا ماشي في نفس الطريق. النهارده لو انا رايح مشوار اسكندريه، ركبت اي وسيله مواصلات، هوصل باختلاف التوقيت اللي انا ممكن اوصل فيه، لكن في النهايه هوصل. نفس الكلام بالنسبه للدايت، مش لازم اقرص على نفسي قوي، مش لازم احرم نفسي من كل حاجه، لكن احرم نفسي من العادات او الحاجات السيئه، احرم نفسي بالفاست فود، احرم نفسي من المواد الحافظه، دي الحاجات اللي لازم احرم نفسي منها فيها. لكن اكل كل ما هو صحي مطبوخ في البيت بطريقه صحيه، ده ما عنديش مشكله خالص ان احنا ناكله ونعيش عليه. الرياضه من الحاجات اللي لازم دايما نحافظ عليها على الاقل 30 40 دقيقه بشكل متواصل يومي، او على الاقل 5 ايام في الاسبوع. مواعيد النوم من الحاجات المهمه قوي اللي لازم نخلي بالنا منها. لازم ننام من 6 ل 8 ساعات نوم منتظم، ويكونوا بالليل ما يكونوش بالنهار، يومنا ما يبقاش مقلوب. كل دي حاجات لازم نخلي بالنا منها لو احنا عايزين نحافظ على صحتنا ونحافظ على وزننا وما نزيدش في الوزن. زي ما بنقول خس من غير ما تحس، او ان انت ما تحسش ان انت بتعمل دايت، حافظ على ما هو وراء الدايت. طب ايه اللي ورا الدايت؟ مش الورقه. لو صح التعبير ان احنا نقول فود مانجمنت ولا سيلف مانجمنت، هنختار سيلف مانجمنت، لان الفود مانجمنت هو جزء مني، الطعام جزء من يومي، مش يومي جزء من الطعام.